ليك ولاديك يا أبو ريحة ما تعمل علي يديك. مشاهد صالون زهرة المضحكة الأكثر تداولاً على السوشيال ميديا. شفتي شو حلوين شعراتها لما دمنا ريمان؟ يا مشح ما عرفتك. حبيتيون؟ دمار. من بداية طرحه على منصة شاهد وعم بيتصدر مسلسل صالون زهرة الترند في أكثر من دولة عربية، والجمهور عم بيتابع الأحداث وينتظر الحلقات بحماس كبير. هذا زلمي واللي عندي بالبيت زلمي. شو بكون مثل قرن البوزة دبته؟ فيني ساعد بشي؟ ولكن فينا نقول إنه الأجواء الكوميدية بهالمسلسل عم تحصد الحصة الأكبر من النجاح، فعم تنتشر بشكل واسع على السوشيال ميديا وأبرزها لنادين الجيم اللي عم تلعب دور زهرة. يا مدام وردة. مين وردة؟ شو فكر حالك جاي على مشتل اسم زهرة؟ وهالكاركتر اللي عم بتطل فيه نادين عم بيكون محبوب كثير عند الجمهور، وهالشي بنشوفه بشكل واضح بتغريدات المشاهدين على تويتر اللي عم بيرددوا الكثير من عباراتها مثل دمار. ناريمان يا مشح ما عرفتك. شفتي شو حلوين شعراتها لما دمنا ريمان؟ حبيتيون؟ دمار. ومن وقت طرح التريلر الخاص بالمسلسل والجمهور متشوق يشوف المشهد اللي رح يجمع زهرة بعبد الله اللي عم يلعب دوره مجدي مشموشي بعد ما يفلت دجاجته في صالون زهرة. بعدين معك هيك بدنا نضل؟ شو لسه؟ خد اسم الله عليك نقزبتك ما هيك؟ ايه سمع لين؟ سمع. وفينا نقول انه هالمشهد صار اسمه منتوف يا دجاج، فطرحته شاهد تحت هالعنوان على يوتيوب وصار برصيده أكثر من 500,000 مشاهدة. ليك ولاديك يا أبو ريحة ما تعمل علي ديك؟ هيدي آخر مرة بشوف دجاجة من دجاجتك عندي بالصنوة، إلا بدي أذبحها وطعميها لك لابس سكك. منتوف يا دجاج. مالي آخر همي، بهدلك هو أحسن ما بهدلك أنا، اسمع من هالدقل بدك بهالشغلة. فعلا فوقت تعصب زهرة بتصير تحكي بسرعة وتستخدم عبارات مضحكة الجمهور عم بيحبها. أنا الهبيلة يلي وثقت بواحد مثل هيدا كحتي شحتول بياكل فول أبو ليرة مصلحجي. والأكيد الأمر ما بيخلى من المناكفات بين زهرة وأنس، الشخصية اللي عم بيأديها معتصم النهار. قررت كمل نص ديني. تكمل شو؟ نص ديني. وهالشي شفناه بالمشهد اللي نشرته نادين على صفحتها على انستغرام وصار برصيده أكثر من 1,600,000 مشاهدة. أريد ألف مبروك. بالحفظ وبالصون. ومش ممكن يتخطى الجمهور بسهولة جمال نادين الجيم، خاصة إنها بتملك قاعدة جماهيرية ضخمة وأغلب التويت عم بتكون تعبير عن جمالها. باخد روحه للي بياخد لي رزق. أنا مش بس باخد روحه، بدعس بقلبه.